الراجل عنده مشكله هيعرضها قدام حضراتكم، ويا ريت اي حد من المسؤولين يتابعنا يحاول يحل مشكله الراجل. مشكلتك يا استاذ؟ استاذ احمد انا اسف، انا دي مش مشكلتي لوحدي. تمام. عشان انا برضو جاي اوجه رساله، ودي مش مشكلتي لوحدي، احنا في محافظه الشرقيه مجهولين بالفعل من كل حاجه من المسؤولين. تمام. يعني حضرتك دلوقتي انا راجل مريض بتعالج على حسابي مش على حساب الدوله، لاني لا ليا معاشات ولا تامينات. خدت بال حضرتك؟ وادي كمان برنت حضرتك من التامينات والمعاشات، ان انا ماليش لا تامينات ولا معاشات. خدت بال حضرتك؟ وادي حضرتك كمان شهاده من المحاصيل الزراعيه، هي حضرتك بتقول ان انا ما ببتلتش اي حيازه زراعيه او بملك اي شيء. خدت بال حضرتك؟ وادي شهادات ميلاد اطفالي، ثلاث معايا ثلاث اطفال، وادي افاده من المدارس حضرتك من المدرستين اللي تابعين يوم ولادي ان هم في مدارس حكوميه. اتفضل حضرتك. وادي الافاده الثانيه بتاعت زياد ابني. اتفضل حضرتك. خدت بالك؟ وادي كمان بعد اذن حضرتك اوراق، الاوراق دي كلها انا تقدمت بيها، خدت بالك، لوزاره التضامن الاجتماعي عندنا في محافظه الشرقيه علشان خاطر برنامج تكافل وكرامه. تمام. خدت بال حضرتك؟ دلوقتي لما انا تقدمت بالبرنامج، على الرغم ان انا كمان معايا ملف اهوت من وزاره الصحه ان انا بنزف واخد اكتر من 29 كيس دم، خدت بال حضرتك، واسناني بتقع اهوت قدام كويس زي ما انتم شايفين. خدت بالك؟ وتقدمت بالملف ده وان انا عامل منظر وعندي قرحه في الاثنى عشر وباخد دم كل شهر. اتفضل حضرتك. خدت بالك؟ كل الاوراق دي المطلوبه تقدمت بيها للتضامن الاجتماعي في محافظه الشرقيه، وقابلت الوزيره نفسها وكيله الوزاره هناك عندنا في محافظه الشرقيه. سبب الرفض ايه يا استاذ؟ والله انا حضرتك دلوقتي انا جاي البرنامج عشان اشوف انا سبب الرفض ايه. انا دلوقتي قاعد ساكن. خدت بال حضرتك؟ والعلم حضرتك بعد اذن حضرتك يا استاذ احمد، دي مش مشكلتي لوحدي، كل اللي حصلوا على التكافل والكرامه اقسم بالله نصهم غير مستحقين، قاعدين في بيوت تمليك. يعني انا جاي لحضرتك عايز حد يطلع يرد عليا من المسؤولين، وعايز بالاخص من المسؤولين وزيره التضامن الاجتماعي. خدت بال حضرتك؟ هي اللي ترد عليا، انا عايز افهم الناس دي قاعده في بيوتها. خدت بال حضرتك؟ وانا الكلام ده انا قده. خدت بال حضرتك؟ قاعدين في بيوتهم متورثين قاعدين، انا قاعد في بيت واحد منهم، يعني انا قاعد في بيت واحد منهم، عندي بيت ومأجره لي انا شخصيا، ورفع عليا قضيه طرد عشان انا مش قادر ادفع. ازاي هو ياخد معاش كرامه؟ انا ما اخدش معاش تكافل وكرامه. طيب دي مشكلة. وانا غير مصنف على الدوله ان انا باخد من الدوله اي حاجه. طيب انا بعالج نفسي، اولادي دول لما بيجوا ماليهم تامين، بس انا بروح للتامين بلجا له، ما بلاقيش ليه علاج. انا ما بلاقيش في التامين علاج، فانا اسف يا استاذ احمد، انا دلوقتي حضرتك في مشكله ثانيه قهريه خلتني فكرت ان انا اعرض عيالي للتبني. انا كنت موفر لهم حياه كريمه جميله جدا. خدت بال حضرتك؟ ميه ونور وكهرباء بيجيلي غالي جدا، واقول مش مشكله، احنا في وقت لازم كلنا نجازف ولازم كلنا نقف جنب البلد. مشكورا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللي بيعمله للبلد بعد اذنك يا استاذ احمد. مشكورا الراجل ده بيشتغل في البلد لوحده، لو المسؤولين بتشتغل جنب منه اقسم بالله ما نوصل لقناه اعلاميه ولا نحاول نوصلها. هنسمع رد حضرتك من المحامي الاستاذ احمد. طب انا هسال حاجه بس، هو لو معاش تكافل وكرامه وصل كده مشكله اتحل؟ اه طبعا اتحل. انا واحد من الناس، انا مش عاطل، ممكن تساعدوا فيها استاذ احمد؟ انا بعد اذنك انا بشتغل برضه حضرتك، بشتغل برخصه خاصه، خدت بالك، سائق خاص، ولما بتعب بعالج نفسي على حسابي، ابني بيتعب بعالج على حسابي بتأمين، بس ما فيش حاجات في التامين. هثبت لحضرتك حاجه، انا عملت قرار وزاري اهوت حضرتك، ده قرار وزاري، اتفضل، ده قرار وزاري تقدمت بيه وقبلوه مشكورا، بس للاسف العلاج اللي رحت اشوفه مش هو العلاج اللي المفروض انا اخده. قرار وزاري سبته ما خدتوش. بص اسرائيل مش هو العلاج اللي عشان انا خلص وبعدين خلص. لو الاستاذ احمد لو سمح حضرتك، لو الموضوع ما خلصش وعد مني هجيبك حلقه ثانيه يا استاذ احمد. انا فعلا محتاج حاجه ثانيه، حلقه ثانيه، لان برضو انا اسف انا برضو بناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا دلوقتي معايا اكثر من 35 40 قضيه غير اللي قدام المحاكم، اساسهم قضيه واحده 5 جنيه بددت عليا في 65 قضيه. مشكلتي هل انا يا استاذ احمد بعد عايز حلقه ثانيه، هل انا ذنبي ان ما فيش موظف او محضر اعلنني بميعاد جلسه اروح اسدد فيها ده كله؟ يقول نازل لي ده كله مش هينفع يا استاذ احمد. وصل صوتي على جوه وعد جاي من لا لا انا بكلمك بجد يعني وعشان تعرف بالنسبه لمشروع تكافل وكرامه عشان وعدنا العظيم هترمي في الشارع. ابعدوا عني التبديدات دي، التبديدات دي خناقات. كانت مراتي سابت لي البيت ومشي. هنكمل انا قاعد دلوقتي ولا قادر اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه الحلقه.